أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح عسكرية، يأتيكم من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. أهلا بكم. رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية قدم محاضرة حول منظومة التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني لعدد من القادة العسكريين. تناولت المحاضرة المفاهيم والأبعاد الرئيسية لصياغة الأمن الوطني. عميد كلية الدفاع الوطني قدم محاضرة حول إدارة الأزمات في ورشة العمل رقم 2، تناولت تعريف الأزمة وأنواعها وأسباب ظهورها ومخاطرها، بالإضافة إلى متطلبات وعوامل التصدي لها. رئيس هيئة الدراسات المشتركة في كلية الحرب قدم محاضرة بعنوان القدرات العسكرية لدول الجوار لدارسي دورة الحرب رقم 27، تناولت تحليل قدرات وتنظيم جيوش دول الجوار لتعريفهم بالموضوع. كلية الأركان وبإشراف عميدها وبحضور الهيئة التدريسية تجري اختبار فحصي شفاف اختصاص لطلاب دورة الأركان المشتركة الرقم 84. اللواء الطيار سلام محمد قدم محاضرة في دور آمرية التشكيلات الانتقائية الرقم 4 في كلية القيادة حول دور طيران الجيش في تأمين غطاء الجو لمواجهة الإرهاب. تم عقد اجتماع بين عميد الكلية العسكرية وعدد من منتسبي الكلية لمناقشة المشاكل والعوائق التي تواجههم، وذلك استجابة لتوجيهات المراجع. تم تنظيم حلقة نقاشية تفاعلية في معهد اللغات بإشراف عميد المعهد بهدف تعزيز مهارات المحادثة اللغوية عن طريق تبادل التساؤلات والإجابات بين المشتركين. وفد من مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بقيادة معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية شارك في فعاليات الدورة الأكاديمية في كوبنهاجن. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا الأسبوعية من برنامجكم صروح عسكرية. لمعرفة ما هو مميز عن وزارة الدفاع تابعوا مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. كنت معكم أنا الملازم أول مصطفى علي، دمتم في أمان الله وحفظه.